اهلا بيكم شباب مرة تانية. احنا في الفيديو ده المفروض ان احنا هنتكلم على نقطة الكرينيوسيكرال ريزم. هو الكرينيوسيكرال ريزم زي ما شفنا في اول المحاضرة هو عبارة عن الموفمنت بتبقى بالبابل وريزميكال موبايل اكتيفيتي. الموفمنت بتاعت ايه؟ الموفمنت بتاعت البون اند بودي تيشو ان ريسبونس تو rise and fall of the production of cerebrospinal fluid. احنا اتفقنا في بداية المحاضرة ان الموفمنت اللي بتحصل دلوقتي معايا هنا في الانيميشن دي اللي انا شايفها دي سببها هي ان بيحصل البرودكشن بتاعت cerebrospinal fluid بتزيد وبتقل، وبالتالي بيحصل نتيجة rise and reduction or fall of production of cerebrospinal fluid بيحصل rhythmical palpable mobile activity of the bones and blood tissue. طب free movement within the craniosacral system is reflected in this rhythm and is used to monitor, evaluate and treat the function of the system. طب احنا اتفقنا ان خلاص كده احنا عرفنا ان في cerebrospinal fluid production rise and fall وبينتج عنه movement. الموفمنت دي ليها رزم معين من خلاله هقدر استخدمه عشان monitor, evaluate and treat the function of the system. هنشوف ازاي. طيب هو من خلال ايه نقدر نقول والله ان الموفمنت دي هتبقى ليها علاقة بالإيفالويشن بتاعة البادي كل. لأن في ريليشن شيب بين الممبرين فلويد اند ريزم اند ذا افكت اب اون ذا هول بادي از ذا كور فاونديشن اوف كرينيوسيكرال ثيرابي. يعني احنا هنا اتفقنا ان انا في عندي موفمنت بتحصل في السيريبروسباينال فلويد وبينتج عنها موفمنت في الممبرينز اللي حواليه، وبعد كده ده بيظهر في رزم معين، والرزم والموفمنت دي هتأفكت السنترال نيرفس سيستم اللي هو هيأفكت الهول بادي، وهو من هنا جت فكرة الكرينيو سيكرال ثيرابي. طب عشان نفهم الكلام ده محتاجين نفهم، هو احنا قلنا كده ان الكور بتاعنا هو السيريبروسباينال فلويد موفمنت والحركه بتاعه المننجيس اللي بتضم السيريبروسباينال فلويد. هو ايه المننجيس؟ انا عارف طبعا ان انتوا خدتوها ومش هدخل فيها في تفاصيل، بس انا مهم قوي ان انا عاوز افهمكم ان المننجيس دي بتريليتد لكل السوفت تيشو بتاعه البادي. طب يبقى لازم في الاول نعرف ان ايه هي المننجيس. It is designed to resist impact and prevent leakage of cerebrospinal fluid. هي عاوزة موجودة عشان تحمي cerebrospinal fluid. دي نمرة واحد. It is used to protect this delicate structure from injury. Durable tube membrane extending downward within the vertebral canal formed within the spinal vertebrae. هتمشي على ال spinal cord within the vertebrae و formed within the spinal vertebrae. The container بتاع المننجيس is tight ball shaped sac with the head or intracranial membrane firmly attached to and lining the skull fold and the tail. يبقى هي احنا ببساطة هنا انا عاوز اقول ان المننجيز دي هي على شكل كيس مقلوب، ماشي كده. الكيس ده بيبقى بدايته في السكال، ماشي، بتجوف من جوه السكال ولي نهاية. النهاية دي is firmly in cord at the base of the spine called the sacrococcygeal complex. طب المننجيس or dural membrane is composed of three layer. واحد الديورا ماتر، اتنين الاراكنويد ماتر. يبقى الديورا ماتر
الاراكنويد البايو ماتر. تعالوا بص نبص كده بالتفصيل بالصوره دي كده بتوضح لي ايه. احنا عندنا السكن ماشي كده، بعد كده في عندي هنا البون، بعد كده في طبقه اللي هي تحت البون على طول ديورا ماتر، وبعد كده تحت الديورا دي في شايفين هنا الفين، بيجي بعدها في الاراكنويد ماتر، وفي الاخر خالص في عندي البايومتر. تعالوا نبص بالتفصيل. المينينجيس اور ديورال ميمبرين از ذا ديبست لاير اوف ذا كونكتيف تيشو ويزن ذا بادي. يبقى هي برضو كونكتيف تيشو السكال، السكال بالاستيال ديورا ماتر اللي قريبه من السكال بنسميها بيلي اوستيال، مينينجيال ديورا ماتر تحتها الاراكنويد ماتر. الاراكنويد ماتر دي في تحت منها السب اراكنويد سبيس اللي هنعرف لازمته دلوقتي، بعد كده في البايو ماتر، واخرها بعد البايو ماتر دي في السيريبرال كورتكس. يبقى ده الشكل بتاع المينينجيز والفراغات اللي ما بينهم، وهنشوف الوظيفه بتاعتهم ايه. طب تعالوا نبص الديورا ماتر. الديورا ماتر اور تاف ماذر از ذا دينس اوتر موست لير اوف ذا مينينجيز. صفاتها ايه؟ سيك white durable fibrous connective tissue that encloses the central nervous system, the whole nervous system. This waterproof membrane is made up of two layers, the outer اللي احنا اتفقنا عليها periosteal or endosteal layer اللي هي ناحية مين؟ ناحية السكال، and the inner بنسميها المينينجيال layer اللي هي تحت منها في الاراكنويد ماتر. الديوتا ماتر انفولد اب اون اتسلف، بتكون سيبتال فولد اند كرييتس فيرتيكال هوريزونتال ديفيجنز ويزن ذا سكال ويتش هيلب بروتكت اند ستابلايز ذا برين. طب ما الاراكنويد ماتر ايه بقى؟ فورم ذا سبايدر ويب لايك ميدل لاير اوف ذا مينينجيز. صفاتها سين ترانسبيرنت سبونجي فايبرس تيشو that cushions the brain and spinal cord. بتبقى زي شوك ابزوربر للبرين، بتشتغل زي شوك ابزوربر للبرين والسبينال كورد. The innermost surface of the arachnoid matter form projection called trabeculae and create a subarachnoid space. الجزء الداخلي منها في مهم قوي subarachnoid space formed between arachnoid and biomatter. طب السب اراكنويد سبيس ده لازمته ايه؟ السيريبرو سباينال فلويد اللي هو الحدوته بتاعتنا كلها اللي بنتكلم عليها في كرينيو سيكلر سيرابي فلو ويزن ذيس سبيس. يبقى السيريبرو سباينال فلويد هيمشي في السب اراكنويد سبيس. هو بس all blood vessel entering or leaving nervous system also pass through there as well. الباي ماتر بقى soft mother is the delicate innermost semi-permeable layer of the meninges firmly attached and conformed to the surface of the brain and spinal cord. It is preceded by blood vessels which travel to the brain and spinal cord and are responsible for nourishing the brain. يبقى هي المسؤولة، الصفة الأساسية فيها ان هي بتعمل nourishment للبرين. شفنا الصورة دي وشرحناها. طيب المينينجيس بتتاتاش فين بقى؟ وهو ده المهم أوي اللي أنا الجزئية المهمة اللي أنا عاوز أوصل بيها، بإن المينينجيس دي بتوصل للهول سوفت تيشو بتاعت البادي كله. طيب الهيد اوف ذا ميمبرين از فيرملي اتاشد از انر لايننج تو ذا كرينيوم بون. The tail portion of the membrane only attached to the bones at the top and bottom of the canal. This allows the spinal cord to bend and rotate. بتسمح بحركة في the spinal cord. It attaches superiorly to the opening in the occiput. بنسميها foramen magnum. And the posterior bodies of the second and third cervical vertebrae of the neck. كل ده ايه؟ فوق الاتاشمنت بتاعها فوق. طب inferiorly to the posterior body of the sac.
مهم. طب انت قلت لنا هو كده ماسكه فين في الكلينيوم وماسكه تحت في الساكل وماسكه فين في السيرفايكال سباين من فوق. طيب ايه علاقتها بالسوفت تيشو؟ تعال نبص على الصوره دي كده. احنا هنا عايزين نوضح في الصوره هنا ان دي ديورا ماتر، دي جزء بتاع الاركنويد ماتر شكله، ودي الباي ماتر حوالين السباينال كورد. تعالوا نبص على السباينال كورد هنا، ما هو طالع منه بستيرو ليمس وانتيرو ليمس وبستيرو ريتلتس. السباينال كورد اهو في الوايت ماتر والجراي ماتر والبستيرو روت والسباينال جانجليا الانتيرو روت السباينال نيرف السب اركنويد سبيس والديورال روت شيز. تعالوا نبص هنا. طب ما هو ده اللي انا عاوز اوصل له. بنقول ان الديورال ميمبرين اكزيست ذا فيرتيبرال كانال اند بليند ويز ذا سين ميمبرين اوف ذا سينيك اوف ذا كونكتيف تيشو اللي هي البريستيوم ذات كفر ذا بون اوف ذا كوكسيس. هي خلاص هتغطي كل الفيرتيبرال كانال وبتتحد مع الممبرين بتاع الكونكتيف تيشو اللي بتكفر البون اوف ذا كوكسيس. There are also soft attachment of the dural membrane within the spinal canal. بتدي dentate soft tissue ligament which allow some movement of the membrane and the dural sleeve. Dural sleeve دي بقى. Dural sleeve attachment are found at every vertebrae along the spine. زي ما احنا شايفين هنا كده ماشي. الاركنويد ماتر الديورا ماتر البايو ماتر ماشي كده. بصوا بقى هنا كده، هي هنا هتغطي الافري فيرتيبري وبتعمل الديورال سليف اللي بتغطي كل نيرف روت طالع. يبقى they protect the spinal nerve root which branch out from the spinal cord and pass outside and pass outside the spinal canal to form the peripheral nervous system of the body. ده يعني هي ليها علاقة كمان مش بس بالcentral nervous system، ده هي ليها علاقة كمان بالperipheral nervous system of the body. طب ما بما ان هي ليها علاقة بالperipheral nervous system يبقى ليها علاقة كمان بالcon كونكتيف تيشو اللي بتتغذى بالبريفرال نيرفس سيستم. ده احنا قدرنا نعرف هنا ان انا في عندي اتاتشمنت من المينينجيز للسوفت تيشو بتاعت الهول بادي. طيب دي جزئيه بتاعت المينينجيز. طب احنا قلنا ايه هو السيستم؟ نركز تاني. قلنا السيريبرو سباينال فلويد، قلنا المينينجيز، قلنا البون بتاعته. طب هو ايه الفلويد ده؟ السيريبرو سباينال فلويد از كلير colorless derivatives of blood plasma which passes the entire central nervous system produced in choroid plexus. مهم ان نبقى عارفين هي بتطلع منين. The capillary network within the ventricle or cavities of the brain. The vital fluid sometimes referred to the breath of life. احنا مهم جدا ايه السيريبرو سباينال فلويد. ليه بقى؟ Provide nutrients to the brain and spinal cord with the pituitary pineal glands, washes away the metabolic waste product and toxic substance, act as a shock absorber so the brain is not traumatized by striking the inner surface, create pouncy بيعمل طفو عشان الweight of the brain بيقلل وزنه من 75-80% which allow the brain to maintain its density without being impaired by its own weight, maintain an environment that support good nerve transmission so we can think, remember, feel and move. كمان بيعمل lubricates between lubrication between cells of the central nervous system to prevent الفريش. من هنا عرفنا هو بيطلع منين. بيطلع من الكرويد بلكسس of each ventricle. بعد كده بيقوم يطلع لي اللاو يجي هنا عند نمرة اتنين. الصورة هنا زي ما احنا شايفين كده بيبدأ يطلع اللاو flow through the ventricle and into the subarachnoid space via the median lateral epiglottis. Some cerebrospinal fluid flows through the central canal of the spinal cord. من هنا يبدأ يحصل السيريبرو سباينال فلوز سبراكنويد سبيس اللي يبدا يحصل له ابزوربشن انتو ديورال فينا ساينس فيا الاركنويد فيلاي.
طيب هنقف هنا في الفيديو هنا عند الكلينو سيكل ريزم، هنقف هنا عند الفيديو ده وبعد كده هنكمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.